في هذه اللحظات هذا هو الشوط السادس في المجموع في أول المراكز. شاهين لخلف بن أحمد المناع انتزع المركز الأول في هذه اللحظات بكل قوة بكل اقتدار. أما في ثاني المراكز اللي هو شاهين لحسين بن علي المري. أما ثالث المراكز في ثالث المراكز اللي هو فراع لمتعب بن راشد بن سلعان المري. أما من الجانب الأيمن رابع المراكز غير ما علي الرقم اللي هذا مجهول. وفي في خامس المراكز هذا شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان. هذا شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان. ولكن خلونا مع شاهين لخلف بن احمد المناعي الذي انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار. اتمنى لك التوفيق يا المناعي ولكل الاخوه المشاركين في هذا الشوط. ولكن المناعي انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار. التهاني لفوز المناعي حتى هذه اللحظات. 1500 متر على خط النهايه. وفي ثاني المراكز فراع لمتعب بن عبد الله متعب بن راشد بن سلعان. وفي ثالث المراكز المجهول من الجانب الأيمن وشعار متعب بن عبد الله بن فهيدان. في هذا شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان ليس رقم 8. هذا شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان. ولكن المناعي في أول المراكز حتى هذه اللحظة مع شاهين لخلف بن أحمد المناعي. ولكن متعب بن عبد الله بن فهيدان تسلل من الجانب الأيمن. اعتقد ان هذا شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان اذا لم تخن الذاكره. ولكن المناع في ثاني المراكز والمجهول في هذه اللحظات في ثالث المراكز. اتمنى ان يوافينا حد لمن يكون هذا المجهول. وفي رابع المراكز اللي هو رقم 6 العبار لعبد الله بن سعيد الاسود. وفي هذه اللحظات متعب بن عبد الله بن فهيدان مع شاهين في اول المراكز انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار. هذا هو شاهين لمتعب بن عبد الله بن فهيدان. وفي ثاني المراكز المجهول ولكن شاهين لبن فهيدان انتزع المركز الاول بكل قوه. هذا هو شاهين لمتعب بن عبد الله بن فهيدان. وكما ذكرت هذا هو شعار متعب بن عبد الله بن فهيدان. كما ارى متعب من الجانب الايمن هذا هو شاهين لمتعب بن عبد الله بن فهيدان انتزع المركز الاول وبعد المسافه بينه وبين جميع الاخوه المشاركين في هذا الشوط. التهاني والناموس لمتعب بن عبد الله بن فهيدان وعلى مسؤوليتي انتزاع هذا الشوط باذن الله. ولكن اذا لم يكن راي اخر بالاسود في المركز الثاني قادم بكل قوه بكل اقتدار. وفي ثالث المراكز اللي هو الذيب لسالم القوز المري. اتمنى التوفيق لك وسالم القوز اتسلل للمركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن خلونا مع شاهين وبن فهيدان. متعب بن عبد الله بن فهيدان انتزع المركز الاول مع شاهين بكل قوه بكل اقتدار. هذا هو شاهين كما عودنا دائما وابدا وكما عود راعيه متعب بن عبد الله بن فهيدان على انتزاع المراكز الاولى. هذا هو شاهين انتزع المركز الاول. التهاني موصوله لمتعب بن عبد الله بن فهيدان على فوز شاهين بالمركز الاول. والذيب لسالم القوز المري في ثاني المراكز كما ارى من على بعد. ولكن خلونا مع شاهين لمتعب ما شاء الله تبارك الله انتزع المركز الاول بكل قوه بكل اقتدار. هذا هو شاهين بانتزاعه لناموس هذا الشوط. اما في ثاني المراكز اللي هو رقم 7 اللي هو الذيب لسالم القوز المري. في ثالث المراكز مياس